بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة الثانية من محاضرات مادة نظرية التقديرات الخطية. في المحاضرة دي هنتعرف على ازاي نعمل فترات ثقة حوالين معالم الانحدار الخطي البسيط، ازاي نعمل حد ادنى وحد اعلى حوالين الالفا، ازاي نعمل حد ادنى وحد اعلى حوالين البيتا، ليه بنعمل حد ادنى وحد اعلى. كل ده هنعرفه من خلال دراستنا لهذه المحاضرة اللي معانا. زي ما قلت بتركز على عمل فترات ثقة، يعني حد أدنى وحد أعلى للثوابت، فترات ثقة لمعالم الانحدار. تعالى كده نشوف معانا مع بعض القوانين وليه بنعمل فترات الثقة حوالين المعالم. قوانين فترات الثقة للمعالم بتاعت الانحدار الخطي البسيط. الأول أحط قدامك المعادلة وأفكرك بيها، واي المقدرة بتساوي ألفا هات بيتا هات إكس. التقديرات ديت بتاعت التقديرات اللي هي الألفا المقدرة وبيتا المقدرة، دي تقديرات لكل من ألفا وبيتا الحقيقيين، ودي تقديرات بنقطة وتختلف من عينة للتانية، مما يستلزم إنشاء فترات ثقة حولها، وذلك كالآتي: فترة الثقة حوالين البيتا بتتعمل كالآتي: بيتا هات زائد ناقص تي ألفا على 2 مضروبة فيه سيجما هات على جذر مجموع اكس ناقص وسطها الكل تربيع. تعال نبص كده بدقة شوية في الموضوع. بيتا هات هنجيبها منين؟ من المعادلة اللي فوق، من المعادلة المقدرة نجيب قيمتها من فوق. التي دي منين؟ التي ديت قيمة جدولية هتبقى معطاة ليك في ورقة الأسئلة. طيب السيجما هات ده اللي هو ايه؟ اللي هو الخطأ المعياري، ودوت مديك طريقة حسابه في الجذر اهو، بقول حيث الخطأ المعياري بيساوي الجذر التربيعي بتاع مجموع واي تربيع ناقص الفا مجموع واي ناقص بيتا مجموع اكس واي على ان ناقص 2. طبعا كلكم تعرفوا ازاي الجزء اللي فوق ده بيطلع، ان انت بتضرب معادلة الانحدار في مج واي. مج واي لما تضرب هنا في الواي تطلع مج واي تربيع، اهي موجودة اهي. مج واي لما تضرب في الالفا تطلع الفا المقدرة مج واي اهي. مج واي تضرب في البيتا اكس تطلع بيتا مج اكس واي اهي. بنضرب في مج واي وننقل المعادلة كلها الناحية التانية، يعني ننقل من هنا عند الواي وننقل من هنا عند الواي، تطلع الشكل اللي انت شايفه فوق ده على ان ناقص 2. ليه طرحنا 2؟ عشان عندي ثوابت الانحدار عددها 2، الالفا والبيتا. ركز في القوانين كويس بتاعت الالفا والبيتا عشان تطلع الفروق بينهم. القانون بتاع فترة الثقة للالفا بقى عامل ازاي؟ بدايته زي بداية البيتا بالظبط، الفا زائد ناقص تي على 2 مضروب بقى فيه، مضروبة فيه. بص ايه الاختلافات بين القانونين. فوق كان في عندك سيجما هات بس، تحت عندك سيجما هات مضروبه في جذر مجموع اكس سكوير. بالنسبه لتحت كان عندك جذر مجموع سمشن اكس ناقص وسطها لكل تربيع، هنا نفس الجذر موجود ولكن تحت الجذر بنضرب في ان سمول اللي هي حجم العينه. دي اهم الفروقات بين ايه، بين ده وده. بس في حاجه عايز بقى قبل ما اتنقل للصفحه اللي بعد كده الفت نظرك ليها، ان في بعض الكتب في بعض المراجع ما بتكتبش اكس ناقص وسطها الكل تربيع، بتستبدل القوس دوت، بتستبدل القوس بتاع اكس ناقص وسطها تربيع اللي هو ده، وتحط مكانه مجموع اكس تربيع على طول، بس بتحط اكس سمول، يعني بتشيل الانحرافات عن الوسط وتكتب مكانها اكس صغيرة تربيع. يعني قوس زي ده تبص تلاقيه متشال القوس ده كله ومكتوب مكانه اكس سمول تربيع، لكن الاكس اللي انت شغال بيها دلوقتي كابيتال. واخد بالك من الكلام من الفروق؟ نشوف مع بعض مسألة علشان نطبق عليها القوانين دي. مثال قدامنا مديني جدول فيه قيم لاكس وقيم لواي، وعاوز حاجتين، عاوز تقديرات معالم الانحدار، يعني عاوز قيمة اكس بكام وقيمة آسف قيمة ألفا بكام وقيمة بيتا بكام، عايز تقديرات معالم الانحدار، وعاوز فترات ثقة حوالين الألفا والبيتا بمعامل 95%. مديني تحت المسألة قيم قيمة واحدة آسف لته الجدولية، بس مديهالي بالتفصيل، بيقول لي أنا كشفت عنها في الأماكن دي. كشف تحت عمود ألفا على 2 قدام صف إن ناقص 2. ألفا على 2 معناها 5% على 2، ان ناقص 2 معناها 4 ناقص 2، يبقى احنا كشفنا تحت عمود 25 من 1000 قدام صف الاثنين، طلعت القيمة اللي هي 4 و303 من 1000.
دلوقتي هو طالب حاجتين في المسألة، بيقول لك هات لنا المعالم، وبعدين بعد ما تجيب المعالم اعمل لنا فترة ثقة حواليها، تعال نشوف الحل بتاع المسألة دي. في البداية انا هروح اقدر المعالم بتاعة الانحدار، فده هيتطلب ان انت طبعا تسطر جدول وتضيف له اعمدة، وبعدين تجمع الاعمدة دي وتجيب المجاميع النهائية. فانا مديك المجاميع النهائية جاهزة اهي قدامك، بقول لك ان باربعة عدد المفردات، مجموع واي ب 103، مجموع واي تربيع ب 2661، مجموع اكس تربيع ب 120، اكس بار ب 5، مجموع اكس واي ب 526. بعد ما قريت المجاميع ديت، المجاميع دي كلها مجاميع بتاعت اكس وواي كبيرة كابيتال، لقيت مكتوب تحت مجموع اكس واي وب 11. طب ما كان لسه عندي مجموع اكس واي ب 526. الفرق بين ده وده ايه؟ ان ده مجاميع خام، ارقام خام بتاعت اكس وارقام خام بتاعت واي، انما هنا الواي سمول دي معناها واي ناقص وسطها، والاكس سمول معناها اكس ناقص وسطها، يعني كأن المجموع اللي هو قدامك ده مجموع افتح قوسين مضروبين في بعض، واي ناقص وسطها في اكس ناقص وسطها. كذلك المجموع ده اللي جنبه، خد بالك من شكل الاكس بتاعته، مجموع اكس تربيع ب 120 اختلف عن مجموع اكس تربيع الخام اللي هي فوق اللي هي ب 120. ليه؟ عشان الاكس سمول دي معناها افتح قوس اكس ناقص وسطها. فلما بتطرح الوسط الارقام بتقل، فعشان كده اختاروا لها الرمز اللي هو اكس سمول. دلوقتي هتحط قدامك شكل معادلة الانحدار، واي المقدرة بتساوي الفا المقدرة زائد بيتا المقدرة اكس، وتبدأ تحط القوانين وتعوض فيها. اول قانون بنعمله بنجيب البيتا، وبعدين نستخدمها بالتعويض بيها فنجيب الالفا. بيتا بتساوي مجموع اكس واي على مجموع اكس تربيع، بس خد بالك انا كاتب مجاميع في شكل انحرافات اللي هي المجاميع الصغيرة، لان القانون بتاع بيتا ده لو انت حبيت تفكه للشكل الكبير بتاعه هتلاقي انت فوق بتقول مجموع قوسين مضروبين في بعض، واي ناقص وسطها في اكس ناقص وسطها، وتحت في مجموع قوس اكس ناقص وسطها تربيع، ولكن انا كاتب المجاميع في شكل انحرافات. طب تعالى نعوض من البيانات اللي فوق عن المجاميع ديت، مجموع واي اكس الصغيرين بكام؟ ب 11. طيب مجموع اكس تربيع موجودة بكام؟ ب 20. بس هنا في خطأ في التعويض في الحتة دي، فانت لما تطبع الورق وبكتب هنا 20، لان هو المجموع دوت اصلا ب 20 اهو. دلوقتي بعد ما جبت البيتا هتاخدها وتروح تجيب بيها الالفا. الفا بنجيبها من معادلة اسمها معادلة المتوسطات، معادلة المتوسطات. ليه سموها متوسطات؟ عشان بتبقى بتشتغل بالوسط الحسابي بتاع واي والوسط الحسابي بتاع اكس، هي اكس هنا ناقصة شرطة عشان تبين ان هي وسط حسابي. تعال نجرب كده ونحط لها الشرطة. طب بالمرة نجرب ونروح نصلح ال25. لما عوضنا في معادلة الأوساط الحسابية، عوضت عن الوسط الحسابي للواي ب 25 و75%، عوضت عن الوسط الحسابي لإكس ب 5 اللي هو ده. الوسط الحسابي بتاع واي طبعا انت عارف بيطلع ازاي، اللي هو 103 على 4، تقسم مجموع القيم على عددها، 103 على 4، تقسم الرقم ده على الرقم ده. بعد ما بتجيب الإكس والواي بتروح سعادتك تكتبهم في المعادلة، تعوض بيهم جوه المعادلة، فيطلع لك النموذج، وكده يبقى خلصت المطلوب الأول، النموذج المقدر ب 23 و 55 من 100 إكس. كده الحمد لله انتهينا من المطلوب الأولاني. تعال نشوف مع بعض المطلوب التاني اللي هو بتاع فترات الثقة حوالين الثوابت اللي احنا طلعناها. فترات الثقة للمعلومات المقدرة، عشان اجيبها الاول اروح احسب الخطأ المعياري للتقدير اللي هو سيجما هات وجنبها يو. اليو دي على فكرة رمز عنصر الخطأ العشوائي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في المحاضرة الاولى وعملنا له افتراضات وشغلنا، كان اسمه يو، وفي ناس بتسميه اي، بس هو
الأغلب على رمزه إن هو اسمه يو. فالخطأ المعياري للتقدير بيتحسب بالجذر دوت اللي اتفقنا عليه، أنا عوضت تحت الجذر فطلع الخطأ المعياري 1.16 تقريبا، 1.16 قيمة هي مكتوبة قدامك. بروح بقى أخد بعضي وأعمل فترة الثقة وأعوض فيها. بعوض أول حاجة عن بيتا، طب بيتا دي بجيبها منين؟ من معادلة الانحدار. طب والتي دي قيمة جدولية معطاة. طب والخطأ المعياري طالع بواحد علامة 6.1، يعني 1.16 على جذر القوس دوت اكس ناقص وسطها الكل تربيع، اللي انا قلت لك ممكن نحط مكانه اكس سمول تربيع. فاكر الكلام ده؟ مش انا كنت قلت لك ان الانحرافات على الوسط ممكن استبدلها باكس الصغيرة؟ فعلشان كده احنا حطينا 20، ال20 دي اللي هي كانت مجموع اكس تربيع بس اكس سمول، حلت محل القوس دوت. لما انا عوضت بيطلع معايا حد ادنى وحد اعلى، فبقول له تعليق بسيط في نهاية المسألة باحتمال 95%، فان احنا بنتوقع ان المعلمة بيتا تقع بين الحد الادنى والحد الاعلى، بين الحد الادنى اللي هو 566,000 وبين الحد الاعلى 1,666,000. يبقى كده احنا عملنا فترة ثقة للبيتا. تعال نشوف ازاي هتتعمل فترة الثقة للالفا. فترة الثقة للالفا مع وجود اختلافات بين ايه القانون ده والقانون ده قلت لك ركز فيها، تعال نشوفها كده مع بعض. بحط القانون بتاع فترة الثقة قدامي وابدأ اعوض فيه. القانون ده كنت قلت لك لاحظ الفروق، ان الحتة دي زيادة عن القانون بتاع بيتا، وتحت في ان زيادة جنب الجذر ده هو. سعادتك هتبدأ تعوض الفا 23 زائد ناقص التي باربعة وتلتمية وتلاتة. شرطة الكسر هعوض عن سيجما بواحد علامة 161. الكلام ده مضروب فيه مجموع اكس تربيع بس اكس الكبيرة مش الصغيرة اللي هو 120. تعالى تحت انا عندي جذر تربيعي ومكتوب جواه ان باربعة، مجموع اكس ناقص وسطها الكل تربيع اللي هي مجموع اكس سمول تربيع الجزء ده ب20. لما هتدخل الحاجات دي كلها على الآلة هيطلع عندك قيمتين، قيمة بتاعت الحد الأدنى وقيمة بتاعت الحد الأعلى. يعني لما تقول 23 زائد يطلع لك الحد الأعلى، ولما تقول 23 ناقص يطلع الحد الأدنى. فبتقول له باحتمال 95% إن احنا بنتوقع إن المعلمة تقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى. هي أصلا المعلمة كانت ب23، فاحنا عملنا حواليها حدود ثقة من ال20 لغاية 25. دلوقتي في جزء بقوله في ختام المحاضرة بتاعة فترة الثقة، بتكلم عن طريقة المربعات الصغرى ازاي اقدر المعالم بطريقة المحددات. يمكن انت خدت تقدير معالم المربعات الصغرى بالمصفوفات لما كنت بتقول ايه المعالم بتساوي اكس ترانسبوز اكس انفرس اكس ترانسبوز واي، وكنت بتضرب مصفوفات في بعضها بتضرب المعكوس في مصفوفة الثوابت. دلوقتي احنا عاوزين نشوف ازاي بنستخدم المحددات في حل مسألة المربعات الصغرى، ازاي بنستخدم المحددات في تقدير الثوابت بتاعة المربعات الصغرى. طبعا انت عارف ان شكل المعادلة بيقول لك واي بتساوي اي زائد بي اكس. طبعا اختلافات الرموز ممكن اسميها بيتا نوت وبيتا وان، وممكن اسميها الفا وبيتا، الحاجات دي كلها ما تقفش قدامها، مش هي اللي هتشغلني، لان المراجع كل مرجع بيستخدم رموز مختلفة. ولكن انا عايز اقول لك نركز في الاصل في الموضوع. هي سموها مربعات صغرى ليه؟ عشان هي بتمسك مربعات الخطأ وتوصل بيها لاصغر قدر ممكن، عشان كده سموها مربعات صغرى. طب بتوصلها لاقل قدر ممكن ازاي؟ انها تعمل تفاضل جزئي مرة بالنسبة للاي ومرة بالنسبة للبي، فبيطلع معادلة عند عمل مساواة التفاضل بالصفر بيطلع المعادلة بتاعت المعادلة الأولى دهيت. ولما بتساوي لما بتعيد تفاضلها بالنسبة للبيتا بيطلع المعادلة ديت.
المعادلتين دول بيسموهم المعادلات الطبيعية لطريقة المربعات الصغرى الـ OLS. ركز في المعادلات دي، لو انت مش عايز تحفظهم بتروح للمعادلة الأصلية تدخل عليها مج، فالمج تخش على الواي تبقى مج واي، المج تيجي تخش على الثابت تتقلب ان، المج تيجي تخش على الثابت مضروب في المتغير، فالسمشن تسيب الثابت بره وتخش على المتغير، لان هي اساسا معمولة علشان تجمع قيم متغيرة، علامة السمشن دي. بالنسبة للمعادلة التانية بتيجي عن طريق ضرب معادلة الانحدار الاصلية، يعني برجع للمعادلة الاصلية دي تاني واروح ضربها في مج واي، اسف في مج اكس، مجموع المتغير المستقل. فلما بتدخل مج اكس هنا بيطلع لك مج اكس واي، لما تدخل مج اكس هنا تبقى مج، تبقى ايه مج اكس، لما مج اكس تيجي تخش هنا يطلع لك بيتا مجموع اكس تربيع. علشان تقدر بالمحددات بنعمل اول حاجة المحدد العام. المحدد العام ده بتجيبه ازاي؟ اللي هو العمود بتاع اكس والعمود بتاع واي. بص كده، عمود اكس اهو وعمود واي اهو. احنا هنقرأ من الشمال، اي نعم كلمة المحدد العام مكتوبة هنا بس انا باجي اقرأ من الشمال. ده عمود اكس، ده العمود بتاع الايه، وده العمود بتاع البي. هتقول لي ايه العمود بتاع الايه والعمود بتاع البي؟ ما هو انت مفروض تروح للمسألة تاخد المعاملات بتاعت ايه وتنزلها في العمود ده. المعاملات بتاعت الايه اللي هي الان اهي، والمعامل هنا بتاع الايه اللي هو سميشن اكس اهو. طب المعاملات بتاعت البي، سميشن اكس تنزل هنا، سميشن اكس تربيع تنزل هنا. انا كده كونت المحدد، بروح افكه اللي هو حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي، دول يتضربوا ببعض اهمت، ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الفرعي، يعني نضرب ده في ده، سميشن اكس في سميشن اكس يطلع سميشن اكس الكل تربيع. ده المحدد العام بيتقري من الشمال. الأعمدة اللي جواه دي عمود خاص بالإيه وعمود خاص بالبي. تعال نشوف بقية خطوات الحل بالمحددات. الخطوة التانية في طريقة المحددات إن أنت تحسب محدد الإيه. محدد الإيه بيجي إزاي؟ بتروح للمحدد العام اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عنه في الصفحة اللي فاتت، اللي كان فيه عمود اسمه عمود الإيه وعمود البي، أطلع منه محدد الإيه. محدد الايه بيطلع كالاتي، ان انا اشيل اول عمود من الشمال اللي هو عمود الايه اللي كان بيبدأ بان بحرف الان، اشيل العمود ده واكتب مكانه عمود الثوابت اللي هو مجموع واي ومجموع اكس واي، واروح افك المحدد الجديد. لما اجي افك المحدد الجديد بفكه ازاي؟ بنفس الطريقة، بضرب عناصر القطر الرئيسي في بعضها ناقص عناصر القطر الفرعي، يعني بضرب مجموع واي في مجموع اكس تربيع ناقص مجموع اكس في مجموع اكس واي. بعد كده محدد البيتا بيطلع ازاي؟ نفس المنطقية، برجع للمحدد العام بتاع الصفحة اللي فاتت، اشيل عمود البيتا اللي هو تاني عمود في المحدد وانت ماشي من الشمال، بشيل العمود التاني ده واكتب مكانه عمود الثوابت اللي هو مجموع واي ومجموع الاكس واي. بعد كده بفكه عن طريق ضرب الوسطين ناقص ايه، حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين، يعني الرئيسي ناقص الفرعي، فبضرب ان في مجموع اكس واي واطرح منها مجموع اكس في مجموع واي. بعد كده ناقص لك بس ان انت تعوض في المجاهيل. البيتا بتطلع ازاي؟ يقول لك البيتا عباره عن محدد بيتا على المحدد العام. طب والالفا؟ محدد الفا على المحدد العام. طب تعالى كده نشوف البيتا، هتلاقيني بقسم محدد البيتا اللي هو لسه جايبينه حالا، هتبص تلاقي حتى السطر ده بعد السطر ده على طول، على المحدد العام اللي احنا جبناه في ايه في الصفحه اللي فاتت. طيب والالفا او الايه بتساوي ايه؟ بتساوي محدد الايه على المحدد العام. محدد الايه محطوط قدامك اهو في اول الصفحه من فوق، فبقسمه على المحدد العام. دي الطريقه اللي هي بتاعه تقدير الثوابت بالمحددات ببساطه. تمهيدا للمره الجايه بمشيئه الله، اهم حاجه تيجي جاهز في المرة الجاية ان انت مستوعب فكرة المحددات، تقرأ عنها علشان دي اضافة بتضاف ليك في انت ازاي تستخدم المحددات في استنتاج ثوابت الانحدار، في استنتاج معالم النموذج
المقدر بطريقة المربعات الصغرى. تحياتي وشكرا، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة الجاية على خير.